صلوا صلوا على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الروتين تخمال ديال واحد البيت، وهذا الفيديو غادي يكون بتعاون مع قناة نزهة شانيل، لهذا التعاون الثاني ليا معاها، وتا هي مقدمة لكم روتين وفيه وصفة. كنتمنى تدخلوا لقناتها وتزوروها، وبطبيعة الحال إلا عجبكم المحتوى ديال القناة تابوناو عندها وفعلوا الجرس وفرجة ممتعة. صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم حنين؟ كنتمنى تكونوا لاباس عليكم. عواش مبروك عليكم، دخل عليكم باش ما تهمتوها يا ربي. غادي نبداو ان شاء الله الروتين تاعنا بالطاجين. شديتو البارح بيتو في بانيو ديال الماء كما كتشوفوا، هذا راه سون بلومب، ما فيش زعما رصاص، والله اعلم. خديتو ب 50 درهم، كان بروموسيون لواحد المركز تجاري حدانا، وبيتو في الماء، بيتو في الماء من البارح. دابا غنشدوه ونحطوه في الشرجم، نتوما شفتو القاع تاعو كي داير. ولكن ان شاء الله غنشري واحد الواحد ديال الطين، واحد الاخت الله يجازها بالخير في التعاريق عطاتني واحد الطريقه زوينه، قالت لي ما غتبقاش، ما غاديش تبقى تجيك فيها هذيك الريحه اللي كتكون مجهده. غادي نشري وغادي نجرب معكم ان شاء الله الطريقه. نعتذر لكم على الصوت تاعي، اصلا ضربني البرد في الدار البيضاء. كما قالت لي ما كتبقاش الريحه ديال داك ديك الريحه اللي كتكون في الطين، قالت لي ما كتجيش في الماكله، حتى انا جربت وبقات لي في الماكله. انا غنخرج نشري ان شاء الله من السوق، دابا راه موجودين، وغنجرب معكم الطريقه ان شاء الله. دابا غنشدو نحطو في الشرجم باش ينشف مزيان، ينشف النهار كله، وفي العشيه نوريكم الطريقه اللي كندير ليه باش ما يبقاش يلصق ليا، ما يجينيش، ما يكونش يلصق ليا الماكله. وتجي الماكله، كتجي الماكله بنينه في الصراحه، كندير فيه الخضيره وداكشي. انا غنوريكم الطريقه ان شاء الله. دابا غادي ندوز نعجن، والغدا دايره غير العدس حيت باغا نخمم ان شاء الله داك البيت. كما وعدتكم غادي نشارك معكم التخميله، وهانتوما معايا ان شاء الله. غنشارك معكم واحد الطريقه ديال العجينه ساهله، هذه ما كتاخذش الوقت بزاف بالنسبه للناس العجانه، ولا حتى هكا اللي ما عندوش العجان يديرها في بواطه. درت هنايا الفينو هذاك سبيسيال، ودرت الفورس الحرش الفارينه زعما، كنخلطهم على الجهد اللي ما خفافش بزاف وما قاسحينش. وما غنعجنهاش دابا، غنغطي عليها ونخليها هنا صافي. ملي طلعت للفوق ندور على العجينه غير واحد شويه صافي، ونخليها تخمر الخمره الثانيه. هذه كتخمر جوج خمرات، كيجي خبزها فشفش وزوين الصراحه وخفيف. هنا درت الخميره ودرت واحد المعلقه صغيره ديال السكر، مكترتش بزاف السكر، غير معلقه صغيره باش تعطي داك اللون محمر زوين. صافي نغطيها ونمشي نطي رد الغدا، هو الاول عاد ندوز لذاك البيت. وقسموا عليكم الشغل، ما تنوضوش لكل شيء دقه واحده، راه هي الموت اللي كتجي في خطره واحده، هما الشغل نقسموه باش ما تعياوش. هاي كما كتشوفوا خمرات طلعت حتى للفوق، ودابا غندور عليها العجانه ان شاء الله. هاد الطريقه بقاو ديروها، راه تيديروها صحاب المخابز بزاف. مع كما قلت لكم انا لوسي عندهم خبازه، وكنت كنشوف العجان كيديرها، كيديرها في الخبز البلدي واقيله. انا باقا كاع ما رديت العدس، خليته هنا باش ما ما تفسخلوش الجلده ديالته في الطياب، خليته هنايا. على فكره البنات، انا راه ما عمرني قلت هاد الوصفه ديالتي ولا من ابتكاري ولا فيها لمساتي، لا ما كنقولش. انا ملي كندير شي وصفه كنحطها، الا كنت واخده مع شي اخت كنحط الرابط ديال الاخت. مؤخرا حطيت دوك الميني باكيت، المهم جاني واحد الهجوم. مهم كان انا ما غاديش ندير فيديو نجاوب، وانما غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل. الهجوم ما جانيش في قناتي اطلاقا، ولكن شفتو في واحد القناه ودار فيديو خصيصا باش يكون داك الهجوم عليا. وانا ملي حطيت لكم دوك لي ميني باكيت، راه غترجعوا للفيديو، حطيت لكم الرابط منين خديت لي ميني باكيت، يعني حطيت لكم الرابط. المهم رجعوا لهضرتنا باش ما نعطيش لهذا الموضوع اكثر من الحجم ديالو، انه ما يستاهلش صراحه. انا عجن وخويت البيت، حيت مع كتنعس فين وهايله داك البيت، حيت لا فراشها وغنبدا نخمر فيه، وهانتوما معايا ان شاء الله. دابا ها هو خمر الخمره الثانيه، فهمتوني؟ في الاول خمر الخمره الاولى وهذه الثانيه. دابا غادي نقرصو ونديرو يخمر الخمره الثالثه ونخبزو ان شاء الله. هنايا البنات حيت دوك المخدات ما غنصبن حتى حاجه، عطيت واحد الجو ما نقولش لكم كي داير.
انتما كتشوفوا الجو مغمم. غنغسل هاد الشرجم. المهم الدنيا راه شي شويه توسخت عندي. انا هاد الطلامط راه ما كنصب لهم هي مره في العام، حيت كتشوفوا هاد الحوفه تيخليهم نقيين بزاف، حتى الحوف راه ما موسخينش. غندير واحد الزويف، الا بانت لي شي طبيعه غير ريحانه وصافي، حيت ما كناكلوش هنا. الا بانت لي شي طبيعه رانا غادي ندير لها زويف ونمسحها، ما باليش غنخليهم هكا. المهم غادي غير نخبطهم هكا بيد، نطلعهم السطح ضرب فيهم البرد، والطلامط غنحيدهم وغنوقف السديدرات وغنمسح هاد الحيوطه. شي شويه كاين الوسخ في الحيوطه ضروري مع الدراري، غنمسح الحيوطه. وكديرها واحد الطويبله تما، غادي نرجعها للبلاصه الاخرى. حيت راه غير مكمله به، حيت هاد الفصاله ديال الدار اللي عندي في الازهار، يعني ما يمكنش تجيك في البيوت. المهم غير كنعدي وصافي، وما نعاودش ندير حاجه اخرى، نعدي بهذا الشيء اللي عندي تيحل الله. درت هنا واحد الباندوج ديال الكوك، ريحتو ديال الفاني كوك كوك، ريحتو زوينه كما كتشوفوا. كندير فيه الشطه وكنحك الزربيه، وغنخليها شي شويه تنشف، ولا غنلويها وغنطلعها للسطح وغنكمل التسيق ديال البيت. طبيعه الحال ما كنحكش انا، كتحك نهيله. العقوبه شحال هي بصراحه، اصلا انا سافرت وخليتها الراحه الراحه، ما قلتي تهنيت منك حيت ما قلتي. المهم جمعتهم لك كلك اليوم ان شاء الله، جمعتهم لك كلهم اليوم. صافي غتكملها هيايا ونمشي نخبز الخبز دايايا. ها هي الشطبات الزربيه، شتو خرجت زوينه. هذاك الباج خرج نقي، غادي نعاودها بلانسبيراتور باش تحيد لنا ديك الغبره الرقيقه. وكتغسل هي في الشرجم دابا، هي مهم اليوم العقوبة والعذاب اللي ما بعدوش عذاب. قال لك واحد المثال كتقول امي، قال لك الكاع اللي كلاتو المعزة في الوطن غتحطو في خرون الجبال. هي ديال نهيلة كاع داكشي ديال الزراحة غنخرجو على هاد النهار. العذاب بنيتي يا سيدي. صافي غادي تغسل هاد الشريجم. انا كندير القرعة، هاي اللي ديري القرعه الفاضيه فيناش، انا كندير القرعه وكنغسل الكرياج كتجيني ساهله. المهم كما كتشوفوا راه كاينه الغبره. صافي وغانت غتكمل ان شاء الله، غنمشيو نتغداو، غسلي الشرجم باش نتغداو. طاب الغدا. صافي البنات خبيزاتنا هما طابو. انا ما درتش دوك الصغيورين حيت ملي كنكون هكا عندي الشقه كندير هاد الكبار، كندير ربعه كبار. لكم كيفاش تيجي، شفتوا كيجي مشبك وزوين وكيجي خفيف. ممكن تمنى مينوطش هاد الخباز اللي كان عندنا في المخبز يقول لي نقلتي مني. هاد الايام راه ولات نقلتي، وانا غير نقلت لكم، انا نقلتني نقلت لكم الوصفه. كنت كنشوفها الصراحه كان كيدير هذاك الخباز، وملي كنكون هكا مزروبه كنديرها صراحه زوينه وكتجيب خبز زوين. صافي انا غادي نحط الغدا دابا. العديسه راه طابت، هاي العديسه طابت ودرتها في طبيسيل، ما فيها لا ربيع لا والو، ما عنديش الربيع. داكشي اللي عندي قضيت فيه هو الخبز، هادشي اللي درت ما درتلاش الحظه لا والو. العدس والخبز لهلا يخطيها علينا نعمه يا ربي، وحفظها يا ربي من الزوال. ونتغداو ونكملو ان شاء الله شقانا. باقي عندي واحد كما تنقولو حنا كركور ديال الماعن، غنوريكم حقيقه كوزينتي دابا باش ما نقولش لكم راه باقي كلشي موسخ. غادي نتغداو نصيد الماعن كامل ان شاء الله. غادي ناخذ حليب، اي حليب في الدار. يعني غناخذ هذا كان جابت لي اختي، ولكن حنا ما يلاقش معنا الحليب صراحه. جات لنا مسكينه قالك بوغ لو كور بوغ الداري. غادي ندير واحد الزويف وغنمسح، كيخرجوا حتى يشعلوا، غيكون البنات عارفين تبارك الله، كلشي عارف هاد القضيه. بغيت نشاركها، غادي نستبيعها ديالي اللي نمسح نعاود نقلب الجهه اللي ناشفه عندي ونعاود نشف هكا صافي. ونشطب العود. هاد العود انا راه عندي قديم، عرفتي راه تقريبا راه عندي من 2000 في الصحراء، من 2002 قد نهيله. وكانوا خسروا لي الكوطيات، حيت كانوا خسروا لي، كان خسر هاد الجهه، هاد الوجه تاعو خسر بزاف ولا حالته. ومشيت جديتو عندك طابيسي صايب لي هاد الشيء، وبغيت نرجع مزيان وما نضيعوش. صافي انا غنكمل ونمسح الشراجم ونجفف ونفرش ان شاء الله البيت. هادوك السدادر هما كما تتشوفوا فيهم، وقفتهم وغندير لهم شتو غنقايين، واخا ما كنحلش انا الشراجم بزاف. غادي نشطبهم بهاد الشطبه الحرشه هادي صافي.
وغنلمطهم حتى هما ان شاء الله. والمخيدات قاديت لهم الجناب ديالهم وما صبنت لا الحوفه لا والو. كما كتشوفوا داز مول البصله، البصله 30 ريال الكيلو تبارك الله، زوينه غزاله، ختمت منها واحد الربه كبيره. حيدوا لها غير دوك بحال هادو حيت راه ماشي بحال الخضاريه، كتولي هادو الا بقاو كتخمج البصله وكتخسر. درت لها مقص وحيدت هادشي وصايبتها كامله. ها هما جوج شبيكات انا كنديرها غير في الشرجم، عندي لا بالكون لا والو باش ما تخمج ليا ما والو، كنديرها في الشرجم صافي. دابا نوريكم البيت كيفاش طرفته وقديته، وغادي نجفف. قبل ما نجفف غندير ليه الطاجين، ها نتوما معايا نديرو الترويض، ندير نوريكم الطاجين كي كندير ليه باش ان شاء الله يكون هذا هو نهايه الروتين. انا يا البنات كملت المواعين كما كتشوفوا، غسلت كلشي خليتهم ينشفوا، قديت البيت انا غنوريه لكم، ودزت باش ندير معاكم الطاجين نقادو معاكم. قبل ما نخرج عندي شي غراض، هاد الخضره راه ما غاديش ناكلوها، غادي نلوحها ربي تسمح لي، غير كنشحرها في الطاجين باش كيبقى ديما يجيب لي الماكله بنينه. البصله ما ديروهاش حيت مع المده كتخلي واحد البنه ماشي تلهي في الطاجين وفي الماكله. يعني البصله ما نديروهاش مع نديرو الخضره اللي بغينا اللي عندنا نديروه. وما انا درت غير خيزوها وبطاطا ولفته ومطيشه وحيده وبطيطه، يعني بلا ما نديرو جلبان وداكشي بلا ما نضيعو داكشي. وغادي نقطعهم وغادي ندير معاهم زيت العود، انا غنوريكم معايا نتوما معايا. صافي انا غادي ندير شويه العطريه هنا، درت الملحه. علاش ندير العطريه بزاف؟ انا الغرض ليا نشحر فيها خطيره، الغرض ليا في هاد الطويجي نشحر فيه خطيره. صافي هذا هو الغرض ليا. ما غنديش ندير البزار بلاش، غندير واحد شخيمه الماء باش ما تحرقش هذاك الشيء درت. وغادي نردو فوق البوطه على عافيه مهيله، وندي هاد الخضيره ونجيبها نديها كطيب تقريبا، راه كطيب في الطاجين صافي. ونطفي عليه ونخليها حتى تبرد، ونعاود نغسل هاد الشيء. نغسل الطاجين ولا صالح للاستعمال، كيجيب الماكله بنينه وزوينه وما تيلصقش ليا الطاجين، ولكن راه كنطيبو على عافيه مهيله. والبيت يا البنات تعاوني عليها انا ونهيله وجمعناه. هاد الطويبله كانت هاد الطويبله كانت في هاد القنيته هادي، حولتها هنا زعما واحد يغير شي شويه باش هو يحس بالتغيير. صافي ها هي دابا هاد العشيه عاد بانت الشميشه صافي. وهنا درت دوك البوفات هنايا، صراحه بيرو ريحانه دخلت الهانيت حنا فين كتحفظ. وهادي واحد البيكاله زعما كانت تريني والله ما تيطلع فوقها شي حد، الا مسكينه هي ديكور هنا وصافي. كنت خدت انا على ود البروده، كان رجليا ضاريني، قلت نبقى نحرك فيها رجليا، ولكن ما كاين تحرك رجلي الصراحه نقولها لكم. صافي انا عاود درت لها الانسبيراتور وقاديتها صافي. راه تخميله سهله ماهله وما خداتش ليا الوقت بزاف غير النظام. وما تجبدوش عليكم كلشي دقه واحده، كاين اللي كيبدا يجبد وكيبدا يخمل وكيبدا يصبن داكشي. الصابون نهارو بوحدو ان شاء الله غنصبن. والكوزينه باقا ليا الكوزينه، وان شاء الله غادي نحط لكم واحد الوصفه ديال هاد السيمانه غنزلها ان شاء الله، ما غنقولهاش لكم نخليها لكم مفاجاه، كنطلبوها لي بزاف البنات. غنحطها لكم ان شاء الله السبت، تسناو مني وصفه خاصه برمضان ان شاء الله. كما كتشوفوا حبيباتي الطويجينا ورا غلا، تقريبا الخضيره راه طابت، شتو على عافيه مهيله ما حرق ما والو. صافي دابا غادي نطفي عليه وغنخلي هاد الخضره انتما بطاطا طابت شتو. غادي نخلي هاد غنطفي عليه دابا وغنخلي هاد الطاجين حتى يبرد، ونحيد منه هاد الخضره ونغسله صافي. ها هو ولا خدام عندنا مزيان، مغلقه ما مزلجاش، والله اعلم واش صحي ولا ماشي صحي، الله اعلم. سمحوا لي يا حبيباتي نسيت، كنت وعدتكم انني غنزل لكم في الفيديو ديال اليوم التليفون ديال داك السيد اللي كيبيع دوك المجوهرات، هو هذا بيجو سوسي، راه كاين في قصرية السعيدي. المهم هادي هي الادريسة، ها هي كنت مصيفطو بها. والاخوات اللي كيسولوني على الاخ اللي ناكل عندو الري، هو هذا اسباس ازول، راه كاين تاهو في كراج علال. هنا حبيباتي غادي يكون الروتين ديالنا سهلة، ممكن نتمنى هذا الروتين كما قلت لكم خفيف ظريف يكون عجبكم. بالنسبة للكسكوط انا درت لهم دابا اتاي، نشربو اتاي وحطيت خبيز وداكشي اللي قسم الله. ولا ان شاء الله غادي نجبد ندير شويه الطون مع شويه البصله مطيشه، ونسلق شويه الرز. هذا هو العشاء ديالي اللي غادي ندير ان شاء الله. كنتمنى يكون هذا الروتين عجبكم، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.